يعني انت مثلا ما فيش مره ممكن تروحي للكابتن تقولي انا عايزه اتدرب النهارده زياده؟ ما ينفعش؟ لا، ما هو التمرين بيبقى يعني كل يوم احنا بنتمرن، هو بيبقى الثلاث والجمعه راحه علشان التمرين بيبقى جامد مش خفيف يعني. طب قولي لي يا ساره، مين من اهلك بقى غير طبعا اخوكي؟ يعني عايزه اعرف من افراد الاسره كلهم، مامتك بقى، من خالاتك، من ولاد خالاتك، مين الناس اللي كانت واقفه وراكي وفخوره بيكي قوي وكانت دايما بتقولك لا كملي واكتر وادينا اكتر وارفعي اسم مصر اكتر؟ هو الصراحه يعني من اول بطوله لعبتها بطوله افريقيا كانت في تونس، ويعني مش عيلتي بس، انا عندي بلدي كلها واقفه ورايا، يعني كلهم بيبقوا فخورين بيا. ما برجع من البطوله بلاقيهم كلهم واقفين مستنيني في المطار. حلوه جدا. حاجه جميله الصراحه، يعني هم كل البلد بتاعتي بتبقى اي بطوله مهمه بلاقيهم كلهم مستنيني في المطار، بيجيبوا اتوبيسات كبيره ويجوا كلهم يستنوني ويعملوا لي حفله وحاجات كتيره. طب ده يخليني اسالك، ايه احساسك لما بتحسي بالتقدير من اهل بلدك ومن اسرتك؟ ايه الاحساس اللي انت بتحسيه؟ بيوصلك لفين بعد كده؟ انا ببقى فرحانه طبعا، وببقى نفسي اعمل الاحسن علشان اسعدهم. يعني ببقى شايفه الفرحه في عينيهم، ان انا مثلا ببقى جايه من المطار الساعة 4 الفجر ولا الصبح بالليل، أي وقت مهما كان الوقت بلاقيهم واقفين مستنيين على طول. يعني حاجة حلوة قوي لما الواحد يلاقي دعم كده من أهل بلده ومن أهل أسرته كمان، واقفين في ظهره.